تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال، وش راكم؟ راكم ملاح؟ راكم فرحانين اللي راكم هنا؟ إذن مرحبا بكم وانتم تاني يا أطفال اللي راكم تشاهدوا فينا. إلا حبيتوا تفرحوا كما هاد الأطفال اللي هنا وتحضروا معنا، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت على موقع الإنترنت عمو يزيد .com بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمو يزيد .com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. بعد التسجيل نطلب منكم شوية على الصبر، لماذا؟ لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حب يستضيفكم كامل، إذن شوية على الصبر ورايحين تحضروا معنا كما زملائنا وأصدقائنا اللي راهم لهنايا. في كل مرة نتوقفوا عند يوم عالمي مهم، احنا في هذه الفترة كاين يوم عالمي مهم جدا وهو اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس. شكون يقول لي شكون هي المرأة في حياتك؟ شكون هي المرأة في حياتك؟ أمي. أمي؟ أمي. أمي كذلك. شكون ثاني؟ أمي. أمي؟ أمي. ما كانش مرة واحدة أخرى في حياتكم؟ ها؟ شكون؟ قولي لي. أبي. شكون؟ أبي. لا 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 لا، المرأة اللي في حياتك مرأة. شكون تعرف؟ شكون؟ أنا حواء. لا لا، في حياتك اللي عايشة معاك. ها؟ أمي. أمي كذلك. أمي عرفناها. أمي. قولي لي. جداتي. جداتي. عمتي. عمتي. فوالا. قولي. أختي. أختي. برافو 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 برافو. قولي لي. خالتي. خالتي. شكون؟ خالتي. خالتي. برافو. شو اللي عرفتني؟ تعرفي؟ حبيتي تقولي أختي؟ إذن أختي. أنت تاني؟ ماما. أمي. الله يبارك. قولي لي شكون بنتي؟ جدتي. جدتي. وانت؟ أختي. أختي الله يبارك. أمي. أمي كذلك. إذن يا أطفال المرأة في حياتنا عندها مكانة كبيرة. قول لي شكون؟ أمي. المرأة في حياتنا عندها مكانة كبيرة، هي الأخت، هي العمة، هي الخالة، هي الجارة، هي الصديقة، هي المعلمة، هي الطبيبة. يا أخي إذن ومن بعد عمو يزيد جاب لكم مفاجأة، مفاجأة بهذه المناسبة هذه. وقبل هذا الشيء راح نطرح عليكم لغز. تحبوا الألغاز؟ نعم. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي تراه ولا تسمعه؟ أعيد اللغز: ما هو الشيء الذي تراه ولا تسمعه؟ إذا فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم والأصدقاء اللي يشوفوا فينا، ما عليهم إلا حبوا يشاركوا في الإجابة على اللغز، ما عليهم إلا يتوجهوا لموقعنا الإنترنت عمو يزيد .com بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمو يزيد .com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن يا أطفال أنتم كامل شاطرين، عرفتوا اللغز الجواب؟ أنتم شاطرين. إذن فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم والأصدقاء تاعنا. وحنا في هذه الأثناء طلبنا من إيناس تعرفنا بشخصية مرموقة في ثورة التحرير وهي جميلة بوحيرد. تفضلي إيناس. تفضلي إيناس. مساء الخير يا أطفال. مساء.
اليوم جيت نحكيكم على حياة المجاهدة جميلة بوحيرت. ولدت في 1935 بحي القصبة بالجزائر العاصمة، وكانت البنت الوحيدة بين أفراد أسرتها. كان لوالدتها التأثير الأكبر في حبها للوطن، فقد كانت أول من زرع فيها حب الوطن، وذكرتها بأنها جزائرية لا فرنسية رغم سنها الصغيرة. آنذاك وصلت جميلة تعليمها المدرسي إلى أن اندلعت الثورة الجزائرية عام 1954، حيث انضمت إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية للنضال ضد الاحتلال الفرنسي، وهي في العشرين من عمرها. ثم التحقت بصفوف الفدائيين وكانت أول المتطوعات، ونظرا لبطولتها أصبحت المطاردة رقم واحد. تم القبض عليها عام 1957 عندما سقطت على الأرض تزحف دما بعد إصابتها برصاصة في الكتف وألقي القبض عليها. من داخل المستشفى بدأ الفرنسيون بتعذيب المناضلة، وتعرضت لساق الكهرباء لمدة 3 أيام كي تعترف على زملائها، ولكن تحملت هذا التعذيب وكانت تغيب عن الوعي، وحين تفيق تقول الجزائر أمنا. حين فشل المعذبون في انتزاع أي اعتراف منها، تقررت محاكمتها سوريا وصدر بحقها حكما بالإعدام عام 1957، وتحدد يوم 7 مارس 1958 لتنفيذ الحكم. لكن العالم كله تعرى، واجتمعت لجنة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعد أن تلقت الملايين من البرقيات والاستنكار من كل أنحاء العالم. تأجل تنفيذ الحكم ثم عدل إلى السجن مدى الحياة. وبعد تحرير الجزائر عام 1962 خرجت جميلة بوحيرت من السجن وتزوجت محاميها فرنسي جاك فيرجيس سنة 1957، الذي دفع على مناضلي جبهة التحرير الوطني خاصة المجاهدة جميلة بوحيرت، والذي أسلم واتخذ منصور اسما له. برافو 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 يا أطفال. إذا جميلة بوحيرت هي اسم مرموق في الكفاح الجزائري يا أخي. إذن لازم نعتزو كامل بالتاريخ نتاعنا، تاريخنا هو هويتنا ومستقبلنا يا أخي. يا أطفال، بما أننا تكلمنا عن اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، تكلمنا عن المجاهدة جميلة بوحيرت، تكلمنا عن المرأة، مكانة المرأة في حياتنا، عمو يزيد دلكم أغنية، أغنية تتغنى بالمرأة، بصفات المرأة وخاصة المرأة الجزائرية. هذه الأغنية اسمها يا بنت حواء، يلا تغنوا كامل معايا. مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهناء، أنت الحب والعطاء، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. تحديت الهم والألم، ضحيت ودقت المر وكنت الأخت والأم. حملت لواء الثورة، تحديت الهم والألم، ضحيت ودقت المر وكنت الأخت والأم. مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهناء، أنت الحب والعطاء، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. العمود في رفع المجتمعات، وكنت للرجل سندا في تحقيق النجاحات. أنت هي العمود في رفع المجتمعات، وكنت للرجل سندا في تحقيق النجاحات. مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهناء، أنت الحب والعطاء، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء.
من عليك يعجز عنك التعبير نطلب ربي يحميك وكل عام أنت بخير مهما تكلمنا عليك يعجز عنك التعبير نطلب ربي يحميك وكل عام أنت بخير مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان ورسالة لها أتيت من الرب المنان أنت الراحة والهنا أنت الحب والعطاء نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء برافو 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 إذن يا أطفال تحية تحية لكل مرأة وكل عمل الجبار اللي تقوم به المرأة يا أخي المرأة اللي نحبوها والمرأة اللي عندها مكانة خاصة في حياتنا يا أخي بدون ما ننسى الرجل الأب تاني نحبوه يا أخي نحبو أبي باش ما يزعفش يا أخي لازم نحبو الأب والأم ونحبو الأخ والأخت العم والعمة يا أخي احنا اليوم نتوقفوا برك باش نديروا تقدير للعمل الجبار اللي تقوم به المرأة يا أخي أنا جاتني فكرة نروحوا الألعاب الخفة مع عمو إبراهيم يلا تصفيق على عمو إبراهيم برافو 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 عمو إبراهيم برافو برافو يلا عجبكم عمو إبراهيم يا أطفال عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية سامي محمود وبائع الحلوى يلا كامل معي نحكي لكم الحكاية إذن يا أطفال كما وعدتكم مقبلة عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية تاع سامي محمود وبائع الحلوى واحد النهار واحد الراجل بعت وليده كما باباك يبعتك تشري حاجة قال له روح شري لي بلاطو تاع بيض بلاطو تاع بيض من عند البقال عطالو 50,000 عطالو 50,000 وراح هذاك الطفل من المفروض أنه بلاطو تاع البيض سوى 45,000 وبائع الحلوى رجع له 5,000 راح مع صاحبه قال له روح معايا بابا بعتني نشو البيض روح معايا دخلوا عند البقال هذاك البقال يعرف باباه رحب بهم واش راك وليدي لاباس واش راهو باباك واش راهي يماك لاباس والله قالوا بخير عمي محمود الحمد لله وكامل قال لك بابا عطي لي بلاطو تاع البيض عطالو بلاطو تاع البيض عطالو 50,000 من المفروض يرجع له 5,000 رجع له الصرف هكذا داو البلاطو تاع البيض وراحوا سامي ومحمود كي راحوا في الطريق هكذا سامي جبد الدراهم هكذا من جيبه صاب 10,000 ما صابش 5,000 صاحبه قال له هذا بائع الحلوى راهو غلط البقال اي قالوا غلط قالوا روح معايا نروحوا نرجعوها له قالوا لا 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 ما نرجعهالوش انايا خلاص راهي في جيبي ديالي قالوا دوك خلاص نروح نشريها قالوا بصح قالوا باش ديالك كيفاش ما ترجعهاش
قالوا لا لا ما نرجعهاش انايا، دوك نروح نشري بها واش نحب، نشري بها الحلوى، نشري بها بزاف حوايج. هي قالوا خلاص زعف صاحبه وراح. رجع سامي للدار، ادى البلاطو تاع البيض للدار، حكم 5000 عطاها الباب، قال له يعطيك الصحه وكامل. وراح بهذيك ال 5000 راح شرى الحلوى، شرى بزاف حوايج هكذا، كلاهم كامل. بصح من بعد في الليل وجعته كرشو جاه الم كبير. بديت ألم هكذا، وبابا قال له واش بيه؟ قال له كرشي راهي توجعني وكامل وعلى بالي. قال له واش على بالك؟ قال له على بالي واش درت؟ قال له واش درت؟ قول لي. قال له فوالا كي بعثني نشري بلاطو تاع البيض بلاص باش يرجع لي 5000 رجع لي 10000، وانا ما رجعتهالوش، ورحت شريتها حلوه وكليتها وكرشي وجعتني. قال له شفت؟ قال له مالا غدوه تنوض ناخذوا 5000 ونروحوا لعندو نرجعوها له وتطلب منه السماح كما كان الحال. عمو يزيد نستخلص من هذه الحكايه انه من غشنا فليس منا. بالضبط. تصفيق على بوبي. برافو بوبي. اذا يا اطفال، من غشنا ليس منا. الانسان لازم يكون صادق، لازم يكون نزيه. يا اخي يا اطفال، الغش مشي مليح يا اخي. برافو. يلا انا حبيت نسمعكم. انت عندكم حكايه جميله ولا نكت طريفه؟ تعال اروح. واسمك وليدي؟ يوسف. وين تكون يوسف؟ في بوسماعيل. في بوسماعيل. واش عندك يوسف؟ واش حبيت تقول لنا؟ انا في الحقيقه شغلتك نسيت كاع الحكايات ولا اهم. نسيت الحكايات. واش هذا في يدك؟ هادو رسومات. شكون اللي دارهم هاد الرسومات؟ انا. برافو. نوروهم للكاميرا. فوالا احكم معايا هكذا، احكم معايا. يلا جوز الرسومات. هادو قاعد درتهم؟ هادي اول مرة نرسمها. اول مرة ترسمها؟ ايه. برافو. زيد ورينا هادو قاعد الرسومات تاعك. هادي الهواية تاعك يوسف؟ نعم. الله يبارك. برافو وليدي. عندك موهبة في الرسمة؟ ايه. اذا لازم تواصل هكذا يا اخي باش ترجع لنا رسام كبير ان شاء الله. هيا تفضل ارواحي بنتي، تعالي. واسمك بنتي؟ بوحميدي أمينة سرور. بوحميدي أمينة سرور. اسمك طويل، احنا كيف نقول لك أمينة ولا سرور؟ سرور. سرور، الله يبارك. وين تسكني بنتي؟ في مفتاح. في؟ مفتاح. في مفتاح، الله يبارك. تحياتنا لكاع ناس مفتاح. احكي لنا بنتي. قال لك واحد المرة زوج دراري شراو رونديلا كاشير، طلعوا لاطيراس باش يتقاسموها باش ياكلوها. طاحت لهم شوية، واحد منهم صوتة باش يجيبها. هادو زوج مجحاحين بزاف هادو. صوتة باش يجيبها مات. ايه. تلايموا عليه الناس. طل صاحبه قال هذه هي العقلية اللي ما نحبهاش. بعثتو باش يجيبها، مد لهم كامل شوية. ايه ما عجبوش الحال. كيما مد لهم. هو ما مد لهمش. هو مات مسكين. برافو بنتي، برافو. شكون اللي عنده حكاية؟ تعالي بنتي، تعالي. أرواحي. أقعدي بنتي، واسمك؟ أبا حريس لينا. وين تسكني؟ في ولاية بومرداس. ولاية بومرداس، خيار ناس، الله يبارك. عندك حكاية؟ واش عندك؟ أغنية. يلا غنينا الأغنية. جسمي الأحلى. دوري الكاميرا. فوالا هكذا. يلا. جسمي الأحلى. لي عينان ولي أذنان، لي أنف فم ويدان. انظر لي قدمان، أمشي بهما أقفز بهما. أنا إنسان. قد أعطاني الله لسان كي أتكلم أحلى كلام وأحكي قصص الأحلام. برافو بنتي، برافو. تعال واسمك؟ آدم. وين تكون آدم؟ في
في بومرداس. في بومرداس عندك حكاية احكي لنا. حبس رجلك شوية. فوالا. ماشي حكاية، صورة. صورة قولها لنا وليدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك كما نحى إن شريك هو الأبتر. صدقة؟ الله العظيم. صدق الله العظيم. برافو برافو برافو. وي بنتي أروحي. عندي حفاظة جديدة. أروحي قدامي. أروحي قدامي. واسمك؟ صابرينا. وين تسكني صابرينا؟ الكوبينات. تفضلي قولي لنا. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل صورة سلامة، وبكل جزء جزاء، وبكل حزب حسنة، وبكل نصف نعمة، وبكل ربع ربعة، وبكل جزء جزاء، وبكل حزب حسنة، وبكل نصف نعمة، وبكل ربع ربعة، وبكل تمن ثناء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، بالباء بركة، بالتاء توبة، بالتاء توابا، بالجيم جمالا، بالحاء حكمة، بالخاء خلالا، بالدال دلوا، بالدال ذكاء، بالراء رحمة، بالزاي زلفة، بالسين سناء، بالشين شفاء، بالصاد صدقا، بالضاد ضياء، بالطاه طهارة، بالضاد دفعا، بالعين علما، بالغين غناء، بالفاح فلاحا، بالقاف قربة، بالكاف كفاية، باللام لطفا، بالميم موعظة، باللام ألف لقاء، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو يسرا، وبال برافو 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 بنتي. وين حفظتي هذا الشيء؟ في الدار؟ هذه خطاه حفظتها في لاكراش. برافو برافو بنتي، برافو 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 برافو. يا اطفال لحقنا دركا. واش من بنتي؟ واش قالت لك ماماك؟ حبيت نغني لك الغنية. وشكون اللي قال لك؟ ماما. وشكون اللي غني انت ولا ماما؟ انا. هيا روحي غني. ا بي سي دي اي اف جي اش اي جي ك ال ام ان ا بي ك ار اش تي و دو دو لي ايش كرين كراك شاك. برافو 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 برافو. شاطره. واسمك بنتي؟ ما قلتيليش. شيلين. تشيلين. وين تسكني؟ في داركم؟ في الدار مانية. في الدار تاع ماني. هيا برافو برافو بنتي، برافو برافو. يا أطفال فكرتوا في الجواب عن اللغز؟ ما هو الشيء الذي تراه ولا تسمعه؟ شكون يقدر يقول لي؟ ما هو الشيء الذي تراه؟ الدجاجة. الدجاجة. الظل. الظل. الدجاجة. الدجاجة. أنت تاني نشوفه من الخلف شوية. وش هو؟ البرق. البرق. الدجاجة. الدجاجة. إنسان. الإنسان. إنسان كذلك. الخيال. الخيال يعني الظل. لا لا مش الظل. وش هو؟ السحاب. السحاب. المرآة. المرآة. لا لا وش هو؟ الوقت. الوقت. الأرنب. الأرنب. لا لا البرق. البرق. أوكي الجواب هو البرق. شو اللي قالت لي البرق الأولى؟ أرواحي تعالي تعالي. الجواب هو البرق. إذن أعطيني الهدية تاعها. إذن يا أطفال الشيء الذي تراه ولا تسمعه هو البرق يا أخي ليكلير. أوكي إذن إحنا للشاطرين. عمو يزيد يهدي لك. تحبي تشربي الحليب؟ نعم. عمو يزيد يهدي لك كوب مع عمو يزيد باش تشربي فيه الحليب والماء، وكذلك سيدي من حق الطفولة في 22 أغنية لعمو يزيد، إن شاء الله تستفادي بهم. تفضلي بنتي تفضلي. والآن عندنا عيد ميلاد عبد الملك 9 سنوات. التحق بي يا عبد الملك وأصدقائنا
يروحوا يجيبوا لنا الكاتو وحنا نغنوا له عيد ميلادك احلى عيد. تعال يلا غنوا معايا كامل. عيد ميلادك احلى عيد، ربي يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نقلب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نقلب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو. إذا عمو يزيد يشعل الشمعة وصديقنا راح نديروا معاه العد التنازلي. إذا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 طفي الشمعة. برافو 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 برافو. إذا أعطي لي الهدية تاعو. إذا عمو يزيد يهدي لك بمناسبة عيد ميلادك شهادة شكر لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في ظرف جميل هكذا. تفضل وليدي. وكذلك بما أنك جمعت 5 قسيمات من حليب رامي وبعتهم لنا، اخترناك باش اليوم تحتفل بعيد ميلادك معنا، ورامي ممول الحصة يهدي لك هذه الهدية اللي هي عبارة عن طابلت كيدز راح تفيدك إن شاء الله في حياتك. إذا شكرا شكرا لرامي ولا وليدي، إن شاء الله تستفاد بهم. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا نهار 3 على 5 تاع العشية على قناتكم الشروق تي في. نحبكم يا أطفال. لا تحزن وحن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.